السلام عليكم إخواني أخواتي، نبدأ فيديو اليوم بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما كتشوفوا اليوم الفيديو على الحمام وكيفاش حلينا مشكل التخصيب عند الأنثى. كتسألوا كيفاش عرفنا المشكل عند الأنثى؟ هذا اللي في الدرايان هو الذكر اللي كنفرقوا بيناتهم بالمنقار، كيكون كبير على في الحجم على الأنثى، وحتى في الرأس كيكون رأس الذكر كروي على رأس الأنثى. وهذه الأنثى كما كتشوفوا عندها المنقار صغير، وهذا البيض ديالهم، هذا اللي بقاو صحاح، اما أربعة واحد اخرين تهرسوا لان هي كتبقى محدنا عليهم من تكمل وقت الحضانة وما كيفقصوش كترميهم العش وكيتهرسوا. يعني هادو فحصناهم قبل ما ترميهم، لقيناهم فارغين. هذه هي الطريقة اللي استعملتها باش نعرف واش البيض خاوي ولا عامر. عرضتو لضوء الشمس غادي يبان معايا، كاين اللي كيدير ضوء الهاتف كيبان واش عامرة ولا خاوية، يعني راه فارغة، يعني ما كانش تزغلول، بيضة كاملة يعني ما فيهاش خاوية، هي كما كيبان يعني ما فيهاش تزغلول. ومن بعد ما سولنا الناس اللي عندهم الخبرة في تربية الحمام، قالوا لنا بدلوا الذكر، وبدلنا الذكر بهذا الزاجل الذكر، وداروا البيض ما شاء الله، داروا تاهم 4 نتاع البيضات، وعرضنا البيض نتاعهم للضوء، كما تشوفوا مع ذلك ما كانش الزغلول، البيضة فارغة رغم تبديل الذكر بذكر آخر، عطاونا نفس البيض فارغ. هذا هو الدواء اللي استعملته، وهو عبارة عن كبسولة من فيتامين أو أو هاء بالعربية، يضبط الهرمونات مما يزيد خصوبة الحمام، والنقص نتاع هذا الفيتامين هو اللي كيؤدي للعقم. من المفروض نعطيها 5 كبسولات، أنا عطيتها كبسولة واحدة، سبحان الله كانت النتيجة سبحان الله. شوفوا البيض يعني عامر، نكادي تبان عامر، فيه زغلول داخل، فيه كما هو يبان جزء كحل وجزء فارغ، يعني البيضة عامرة فيها الزغلول سبحان الله، بكبسولة واحدة فقط يعني وعطات النتيجة سبحان الله. هي البيضة عامرة كما كتبان، يعني هذاك الجزء الأسود هذاك هو الزغلول، وهذاك الجزء الفارغ عاوتاني كتما كي باش من تما يخرج سبحان الله. ومن بعد أكثر من 15 يوم كتفقس البيضة وكيخرج الفرخ الأول، ومن بعد يومين عاد كيخرج الفرخ الثاني ما شاء الله. هما هادو من بعد شهر التفقيس نتاعهم ما شاء الله. متنساوش تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم دائما الجديد، ودمتم سالمين، وإلى اللقاء وإلى فيديو آخر.